السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالشعبة تاع إنتاج الفراولة في الجزائر، واللي تعود يعني في الحقيقة إلى منذ الاستقلال، حيث أنها اشتهرت منطقة سكيكدة بإنتاج الفراولة. اليوم نعرفكم بزوج تجارب رائدة في إنتاج الفراولة في ولاية تيبازا، اللي يعني انضمت إلى هذه الشعبة مؤخرا، يعني في السنوات الماضية القليلة الماضية. ثم نعاود نزيد نروح نشوف تجربة أخرى في منطقة جيجل، اللي كذلك تعرف إنتاج الفراولة جد وفير، وفيه بعض الإصلاحات في ميدان جلب وإنتاج الشتلات نتاع الفراولة بعد ما كانت تستورد من الخارج. دون ما نطول عليكم، نخليكم تشاهدون هذا الفيديو حول إنتاج الفراولة في الجزائر، والسلام عليكم. هنا بأعالي ولاية تيبازا المتميزة بشارطها الساحلي وأراضيها الخصبة، تقابلك هذه المشاتل الغناء بالفراولة التي فاقت 800,000 هكتار. نجاح هذه الفاكهة يستدعي عناية خاصة، بداية من الزرع السقي إلى غاية نضجها. دول 7 أصباح نجو هنا نحو الفراولة، نقوم نديرها في البيض، نبالوها مليح، نسقموها ونديروها في الصناديق اللي كي نقوم ببعثها إلى السوق، نخدموا في بلادنا وعندنا منتوج مليح وفير. فريزة هذه تبغي اللي يوقف عليها، تبغي المداومة يداويها في وقتها، يوكل لي زونغري في وقتها، والحمد لله تراب هنايا تاعنا راه ما شاء الله الحاجة اللي تغرسيها تعطيك منتوج. ثمرة الفراولة التي عرفت هذا العام وفرة في الإنتاج حتى قبل موعد الجني المعتاد. من خلال توسيع إنتاج شتلة الفراولة سيساهم في وفرة الإنتاج، كما سيفتح المجال أمام المزارعين لتصدير المنتوج إلى الأسواق الدولية. مالفين احنا نجيبوا الشتلات نجيبوها من الخارج، وسنا سيينا ودرنا التجربة تاعنا، واستغلت التجربة لاباس بها. عندنا الإنتاج مالفي وجدنا في الأواخر شهر جانفي، والسنة بدأنا في الديبي ديسمبر باش تكون عندنا زوج نوعيات تشدنا حتى المارس، وتبقى تنقص في الكونتيتي هذه توجد. احنا دائما رانا نجتهد ونزيدوا باش يكون المنتوج تاعنا للتصدير. هي مجهودات ستساهم في انخفاض الأسعار وتوفر المنتوج المحلي. والآن نعاود نروح نشوف الإنتاج تاع الفراولة في ولاية جيجل. عرفت ولاية جيجل في الآونة الأخيرة وفرة منقطعة النظير للفراولة عبر المساحات الزراعية، مما أدى إلى انتعاش السوق المحلي بهذه الفاكهة. الفراولة بالنسبة لنا زراعة استراتيجية، بإمكانها دخلنا حتى العملات الصعبة، راها توسعت السنة هذه وبإمكانها تزيد توسع من منطلق الشتلة المحلية، رجعت في متناول الجميع. الشعبة تاع الفراولة اللي عرفت انتشار كبير من سنة 2002 اللي كانت حوالي 4 هكتارات، الآن رانا في 2022 رانا نحصيو أكثر من 420 هكتار في الولاية، من بينها المغطات ومن بينها في الحقول المكشوفة. زيادة المساحات المخصصة لزراعة المنتوج نجم عنها استحداث العديد من مناصب الشغل على غرار الفلاحين المنخرطين في هذه الشعبة، وهذا بفعل التشكيل المحلي الذي ساهم في توفيرها على مدار السنة. أنا بكريكوز نخدم عند الناس، نجرنط نخدم الفراز، تعلمت الخدمة نتاع الفراز، رجعت لو كان نخدم دانا روحي بيا معي خدامة ونقول الحمد لله. كنا بكري نخدموها بالنسبة قليلة 3 شهور 4 شهور، ودروكا ولات بالعام إنتاج ديالها مليح، الخدامة كاين مع التشتيل صبحت تاخذ لنا تقريبا طوال السنة. عنصر النسوي يدخل بقوة صراحة هنا، يجيو من الضواحي نتاع الميلية ونتاع الطاهير نتاع تسوست، كل هذه المنطقة تاعنا لو كان ما هاد لافريز هادي كان يكون يعني كارثة كبيرة بالنسبة للبطالة يعني. بالرغم من الصعوبات والمشاكل التي تعترض المنتجين إلى أن الأسواق ستكتسي قريبا الحلة الحمراء نظرا لوفرة المنتوج. هذه استضمنا
في المدخلات اللي تبع الفراوله مثل البلاستيك، الادويه، لي زونغري، كل المدخلات هذه راه استعمالها راه ضعف. بالمقابل كاين ادويه ما عندهاش فعاليه بالنسبه لبعض الافات، الفلاح راه يبذل جهد كبير 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 من اجل باه يقضي عليها. هذا وقد اعرب الفلاحون عن املهم في تطوير هذه الشعبه من اجل الوصول الى تصدير منتوج الفراوله خارج ربوع الوطن.